معكم من جديد في هذا الجزء الثاني والأخير. نحكي أرقام، نحكي إحصائيات، نحكي اقتصاد وآخر المؤشرات الاقتصادية والوضع الاقتصادي للبلاد، خاصة نحكي على عجز الميزان التجاري وآخر هذه الأرقام. نرجعوا لها بالتحليل والنقاش مع الخبير الاقتصادي ضيف رونديفو النوف الليلة عزدين سعيدان. مساء الخير، مرحبا. أهلا وسهلا ومساء الخير. أهلا وسهلا بك. قبل ما نفهم الوضعية معك، خلينا نمشي والتقرير للزميل ناجح فالحي. توصلت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لاتفاق الزيادة في أجور الوظيفة العمومية بقيمة مالية تتراوح بين 135 و180 دينار حسب الأصناف، مع تسوية أزمة التعليم الثانوي في أبعادها الاجتماعية المتعلقة بالتقاعد المبكر وأبعادها المالية المتعلقة بالترفيع في منحتي العودة المدرسية والامتحانات. وتشير التوقعات أن الكلفة الجملية للاتفاقات تتراوح بين 850 و870 مليون دينار. الزيادة الأولى تبدأ في ديسمبر 2018، باش ياخذوا مفعول مالي رجعي في مارس. الدفعة الثانية مش تكون في شهر معناها جويلية، ودفعة ثالثة مش تكون في جانفي 2019. الدفعة الثانية مش تقسم على جزئين متساويين. اتفاق الزيادة في الأجور أثار جدل حول مصادر تمويله، باعتبار أنه هالزيادات لم يتم إقرارها في ميزانية 2019، وتزايدت المخاوف من اللجوء للاقتراض، خاصة أنه نسبة الدين العام تبلغ 71% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قال أنه الاتفاق يحسن من المقدرة الشرائية وفي نفس الوقت يراعي توازنات المالية العمومية. ما نحبوش نرجع بالإنفاق إلى حجم يرجع بينا إلى مستوى العجز متاع 3 سنين اللي فاتوا، وإحنا من واجبنا أن نحافظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد والاقتصاد الوطني. ولكن في الأخير توفقنا مع الشريك الاجتماعي أن نوصل إلى اتفاق يحسن من المقدرة الشرائية للموظفين، ولكن في نفس الوقت يراعي التوازنات المالية للمالية العمومية. وفي تصريح صحفي قال توفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى إن الحكومة عملت في المفاوضات الاجتماعية على المحافظة على سلامة المالية العمومية، وأكد أن الاتفاق باش يحافظ على مستوى العجز البالغ 3.9%، وأضاف إن الزيادة في الأجور لن يتم تمويلها عن طريق المديونية أو الترفيع في الضرائب، بل بالاقتصاد في بعض المصاريف. تكب الحكومة على مواصلة العمل على إيجاد بعض الاقتصاد في بعض المصاريف اللي هي زايدة، اللي هي باش تمكن تمويل دون طرائب جديدة ودون مديونية جديدة. يعني الحجم هو ما يمكن أن نبقى في نسبة العجز 3.9%، هذا بالنسبة لنا نجم يكون الخط الأحمر. ودون احتساب زيادات الأخيرة، ناهز كتلة أجور الوظيفة العمومية في تونس 16500 مليون دينار، أي ما يعادل 14.1% من الناتج الإجمالي، في وقت وصل فيه التضخم المالي لأعلى مستوياته ببلوغ 7.1% خلال شهر جانفي المنقضي، فيما تسع عجز الميزان التجاري بتجاوز عتبة 19 مليار دينار، ما ساهم في مزيد تعقيد الوضع الاقتصادي. عز الدين السعيدان، يمكن أن نرجع معك الأكتواليتي، يكون منطلق حديثنا من غادي الاتفاق الأخير بين الحكومة والاتحاد حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، وأيضا حول حل مسألة التعليم الثانوي. الزيادة الأخيرة هذه ما تنجمش تأثر على المالية العمومية، يقول قائل شنو الضامن أنه البلاد التونسية لا تلتجأ مرة أخرى للاقتراض؟ ما نزيدوش نوسعوا الهوة هذه ونوسعوا نسبة الدين العام اللي هو تقريبا كما سمعنا في التقرير 71% يمثل من الناتج القومي الخام. هو يمثل بالضبط 72%، 72%. والمنتظر أنه يمكن يوصل 71% سنة 2019. ومش ممكن باش زيادات مثل هذه ما تأثرش على الميزانية العمومية، ومش ممكن أيضا باش زيادات هذه يتم تمويلها عن طريق الاقتراض، لأن يعني الاقتراض موجود في الميزانية ومحدد بالميزانية، ولذا هو سيمول من داخل الميزانية. والمفروض كانت الدولة والحكومة تقولنا كيفاش يتم التمويل، هذا جزء من المعلومة الأساسية اللي الشعب التونسي عنده الحق فيها. لكن نقول لك كيفاش يتم التمويل، هو تقريبا في تكلف في حدود 1000 مليار تقريبا من المليمات أو مليار دينار. نمشي نجيبوه نجيبوه من زوز مصادر في داخل الميزانية. المصدر الأول هو أنه في الميزانية ككل دولة محترمة فما بند هو للطوارئ، بالفرنسوية ديفيرز ان بريفيو، وهو ضروري إذا كان يصدر شيء معين، يعني يحدث حادث فيضانات كبيرة، يعني كارثة لا قدر الله، يتم تمويلها من البند هذاك. هذاك تم استعماله بالكامل في الزيادات في الأجور، وبالتالي تونس ستكون سنة 2019 بدون البند هذا.
ان شاء الله ما عندنا حتى كارثه وان شاء الله ما عندنا حتى كارثه يعني ولكن المسؤوليه تقتضي انه ميزانيتك يكون فيها مثل هذا البند اي بلد محترم بيكون عنده. الجزء الثاني منين جاي؟ قال السيد عضو الحكومه قال بجي من الاقتصاد في نفقات زايده. احنا عندنا نفقات زايده ميزانيه تاعنا، مش قلتونا كل شيء محصور وكل شيء مقنن وكذا، صار فما نفقات زايده. ايش معناها نفقات زايده؟ ما فماش نفقات زايده، بجي من ميزانيه الاستثمار. واضح. نعم، المبلغ المخصص لميزانيه الاستثمار سيتم اقتطاع جزء منه لتمويل هذه الزيادات. السؤال الاساسي سيدتي الكريمه، اين مجلس نواب الشعب اللي صادق على ميزانيه وبعد يلقاها تنفق وتستعمل بشكل مختلف على شيء لو صادق عليه؟ اثنين، هل أن مثل هذه المفاوضات من المنطقي أن تتم في هذا الوقت؟ المنطق يقول أنها تتم قبل المصادقة على الميزانية. مثل هذه المفاوضات تكون في شهر أفريل وشهر ماي باش تبني الميزانية متاعك على ذلك الأساس. السؤال الثالث، كيفاش نفس الحكومة تقول أن الميزانية والمالية العمومية ليس لها أي إمكانية لهذه الزيادات، ومن بعدها تولي الإمكانية موجودة بعد ما تحملنا إضراب عام في القطاع العمومي وهذاك الوظيفة العمومية؟ منين جات الفلوس ومنين جابت الحكومة الفلوس للزيادات هذيا؟ هذا هو، هذه هي المصادر، هذه هي المصادر. ولكن أنا نحب نطمن الجميع أن هذه الزيادات نظرا للوضع الاقتصادي الذي نعيشه اليوم ستتحول مباشرة إلى تضخم مالي إضافي، يعني إلى غلاء المعيشة وإلى زيادة اللي هو 7.1% حاليا، لهو أكثر من 7.1%. قديش؟ لهو أكثر من 7%. سمعتش حتى مسؤول في الحكومة قال لك المعهد الوطني للإحصاء مع العلم نعم الرقم نعم رسمي. سمعتش المعهد الوطني للإحصاء أو أي عضو في الحكومة قال لك أن يعني الأساس أنت احتساب طريقة احتساب التضخم المالي تغيرت في جانفي هذه السنة. كنا نحتسب على أساس نمط الاستهلاك في 2010 وغيرنا الآن ولينا نحتسب على أساس نمط الاستهلاك في 2015. سمعتش مسؤول حكومي قال لك الكلام هذا؟ أنا سمعت المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء منذ أكثر من شهرين قال راه سنغير وهذا سيخفض من نسبة التضخم. المفروض لما تغير قاعدة الاحتساب تعطيني الرقم بالقاعدة القديمة والرقم بالقاعدة الجديدة باش يكون هناك مصداقية في هذا الرقم. اثنين، الحكومة تقول أنه نسبة التضخم المالي انخفضت. معقول الكلام هذا؟ بليش يا عز الدين سعيدان خلينا نفهموا الناس اللي تابعوا فينا اللي ما عندهمش برشا بالارقام والاحصائيات هذه، نسبه التضخم كيفاش تتحسب عمليا قبل ما نغيروا الطريقه؟ بكل بساطه ناخذ ما يسمى بالقفه المواطن او لو بانيي دو لا ميناجير، وناخذ فيه يعني معنى كل ما يستهلكه التونسي بالكميه وبالكيف، ونحتسبه قيمتها اليوم، قيمتها بعد شهر، قيمتها بعد سنه، قيمتها بعد سنتين، باش نشوفوا قداش ارتفع مستوى الاسعار وما هو مستوى غلاء المعيشه بالنسبه. هذيك انت احتسابها بسيط جدا، لكن وقت تتغير نمط الاستهلاك نتاع المواطن لابد انت تغير ايضا القفه هذيك تركيبها نتاعها. احنا غيرناها في جانفي 2019 فالمفروض لما تغيرها تعطيني الرقم بالاحتساب القديم والرقم بالاحتساب الجديد. نكمل لك ملاحظه يعني أخيرة. تعتبرها مغالطه؟ انا نعتبرها معلومه ناقصه ومقصوده. والشيء الثاني، لما نقول نسبة التضخم المالي انخفضت، انخفضت مقارنة بماذا؟ احنا نقول بالانزلاق السنوي النسبة هي 7.1. شو معناها؟ معناها قاعدين نقارنوا بجانفي للسنة الفارطة. جانفي للسنة الفارطة نسبة التضخم المالي كانت 6.9 مقارنة ب 7.1 ب 7.1 ارتفعت ولا انخفضت؟ علاش نقولوا انخفضت؟ علاش غلطوا في الناس؟ تفضل محمد بوغليب. ربي يسمح لي سي عز الدين، يعني انت تقدم الرأي التقني رجل السياسة. نعم. إيه هو الرأي التقني؟ ماشي مش تعطي فيه أنت في العلوم الطبيعية. أيوة. أنت تعطي في رأي تقني في موضوع كله سياسة. نعم. رئيس الحكومة جاب الفلوس، يعني أنت تعتبر أنه ما صارحش مع الحكومة، ما كانتش واضحة مع التوانسة، ما قالت لهمش منين جابت التمويل. نعم. شنو هو كان قدامه يعملوا؟ ثم ثمن السلم الاجتماعي وثم ثمن اللاسلم. مفاوضات صارت متأخرة معاك، أنه خذينا الفلوس اللي مبرمجة للطوارئ معاك. نعم. لكن أنت قدام وضع. نعم. يلزم تاخذ فيه قرار كرجل سياسي. نعم. شو تفضل؟ أنه يصير الاتفاق مع اتحاد الشغل، أنا يهمني رأيك كخبير اقتصادي. نعم. ماذا كان الأفضل بالنسبة إلى هذه الحكومة وللتوانسة؟ سيدي الكريم، يصير الاتفاق. نعم. رغم كل المساوئ. نعم. أو ما يصيرش. نعم سيدي الكريم، احنا من 2011
وإحنا نقولوا أن السلم الاجتماعي عنده ثمن وإحنا ننفقه في الثمن هذا. السلم الاجتماعي لا تشترى. السلم الاجتماعي أما أن تبنى وتبنى بصدق، وإلا المصير هو هذا اللي قاعدين نشوف فيه الآن. نحن بالكلام على السلم الاجتماعي سي محمد وصلنا إلى 93 ألف مليار من الدين الأجنبي. ها شنو اللي وصلنا للسلم الاجتماعي بالمغالطة ونقول كل شيء هذا ثمن السلم الاجتماعي؟ غلط. السلم الاجتماعي ما تتشراش. السلم الاجتماعي ما تنجمش أنت تأسسها وقت تمشي تلتزم مع المؤسسات المالية الدولية التزام مكتوب ومصح فيه رئيس الحكومة، وتقول لهم باش ننزل في كتلة الأجور في الوظيفة العمومية إلى 12.4 من الناتج داخل الإجمالي، وأنت قاعد تزيد في الأجور بهذا الشكل. يعني كان الأكبر عدم توقيع. محمد. لا خلني أفهمك. لا بشوي ساعة. اللي حط تونس أمام هذا الخيار المر والصعب هو اللي مسؤول. نشوفوا علاش وصلنا إلى هذا الوضع. ما نشوفوش احنا في هذا الوضع فقط، علاش وصلنا لهذا الوضع؟ من 2011 نفس من 2011 طبعا، ولكن ايضا من 2016 و17 و18. انا نحب نذكرك الا في 2017 نفقات الدوله ارتفعت ب 17.2%، وما كانش فما نمو اقتصادي، كان 1%. كيفاش تحب الاقتصاد هذا يستحمل زياده في نفقات الدوله ب 17.2% بينما نسبة النمو 1%؟ علاش ما تحبش تجاوب؟ لا تجاوب مباشرة. كان عليه يعمل يوسف الشاهد يصحح مع اتحاد الشغل أو لا؟ يوسف الشاهد كان عليه كان باش يقبل الزيادات هذه يقبلها وما يعرضش البلاد لهذا الوضع نتاع إضراب عام قبل. كان عليه أن أيضا أنه يعالج الوضع نتاع التعليم بدون أن يهدد البلاد بسنة بيضاء. كان يقول لميزانية الدولة ما عندهاش حتى إمكانية باش تزيد الزيادات هذه، تولى عندها إمكانية. وقت خرجت الناس للشوارع، وقت لخافت الناس على أولادها، وقت التلامذة 900,000 تلميذ ولو في الشارع. وذاك الوضع الطبيعي، المفاوضات شنية هي؟ مش هذاك الوضع الطبيعي. تضغط والحكومات مش هذاك الوضع الطبيعي. السياسي الحقيقي هو اللي يحسبها، واللي يحسبها صحيحة من الأول، وما يعرضش البلاد لهذه المخاطر. وأنه السياسي الحقيقي هو اللي يصارح، والسياسي الحقيقي لا يغالط. وخليني نقول لك سي محمد، السياسي الحقيقي أن هو اللي يستجيب للمطالب الشعبية. سي محمد خليني نقول لك أن التونسي مل من المغالطة المتعمدة، أن نمل من الكذب السياسي، أن نمل من توظيف الأرقام بشكل سياسي غالط ومغالط لهذا الشعب. يزي منه، والشعب فاهم وعايش في هذا البلاد كما المسؤولين عايشين في البلاد هذه. وبالتالي ما نجيش نبرر أنا سوء تصرف بالشكل هذا. كل شنو السلم الاجتماعي من 2011 ونسمع فيه الكلمة، ومن 2011 ونقول رأي السلم الاجتماعي لا تشترى، ما نجيش نشري حتى حد. وإذا كان بالجبهة بالسلم الاجتماعي أعمل كل سوء تصرف اللي تحب عليه. قال شنو؟ قال أن نشري في السلم الاجتماعي. اشري إذا كان الثمن هو استقلال البلاد. أنت مستعد تدفعه؟ مستعد أنت تجازب باستقلال البلاد في 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 سبيل السلم الاجتماعي؟ 93 ألف مليار من الدين الأجنبي منين جاء؟ مو جاء من سياسات مثل هذه. يقول لك الزيادة هذه ما حملتش عبء إضافي على الميزانية. السياسات هذه مشات على حساب بندين في غاية الأهمية، حالة الطوارئ وأيضا ميزان الميزان العنوان الثاني للميزانية وهو الاستثمار العمومي. وقت لما فماش استثمار عمومي ما تنتظرش باش يكون فما استثمار في القطاع الخاص، وما تنتظرش باش يكون عندك استثمار أجنبي مباشر. هذا هو الموضوع سي محمد، ونقوله بكل صراحة. والسياسي الحقيقي هو اللي حافظ على مصداقيته. شكون يتحمل المسؤولية، الحكومة والاتحاد ولا الاثنين مع بعضهم؟ الاثنين مع بعضهم ما فيش حتى شك. الاتحاد ما عندوش وعي أنه استقلال البلاد. الاتحاد رفع شعار مش سيادة، مش زيادة، قال لك راهو دفاع عن السيادة. نعم هذا شعارهم. معناه الاتحاد طلب بالزيادة وعارف أنه تورط البلاد يعني مع مؤسسات المالية الدولية. سيد الكريم أنا ما نحكمش على نوايا، نحكم على الواقع. هذه الزيادة ستتحول إلى تضخم مالي، والتضخم المالي احنا الآن قاعد نمول فيه بالقروض الأجنبية، وهذا فخ قاتل. أنك تقترض باش تخلق شنو؟ تخلق التضخم المالي، تهز التوازنات الاقتصادية والمالية متاع بلادك. هل هذا التصرف حكيم؟ رئيس الحكومة غلط البارح كي كلم التوانسة يطمن فيهم، يقول لهم راهو تونس ماشية في الطريق الصحيح، ولكن يلزم الإيمان بالعمل ويلزم تخدموا أكثر. كان يغلط في التوانسة البارح رئيس الحكومة؟ سي محمد، سيد رئيس الحكومة قالش على نسبة التضخم البارح؟ سيد رئيس الحكومة قالكش على العجز بتاع الميزان التجاري اللي باش نحكيو فيه؟ قالك عليه؟ سيد رئيس الحكومة قالك على المشاكل الأخرى اللي تعيش فيها تونس الآن؟
سيد رئيس الحكومة قال لك على الأزمة السياسية الخانقة لقتلة البلاد وخلتها تتقدم. هذا كل تشخيص للواقع الاقتصادي والوضع الاقتصادي للبلاد، وهذا العجز والأرقام مانيش باش نعاود نذكرها، ذكرها التقرير، ذكرتها أنت في أكثر من مناسبة. شنو الحل؟ فخاصة للعجز التجاري هذايا اللي ماشي وقاعد يغمق بنا، في نفس الوقت قاعدين ان كونتر بارتي قاعدين نسمعوا ساعات دو طون زون طون تصريحات رسمية بأنه مؤشرات النمو ارتفعت، أنه التضخم قاعد ينقص، أنه التصدير قاعد أنا بينتك بأرقام المعهد الوطني للإحصاء التصدير قاعد يكثر أكثر، لكن كي نجيو عمليا نشوفوا التصدير يكثر، حتى توريد قاعد يكثر. مش صحيح. أنت حسب ما فهمت من كلامك لو مال إي ديجا في. المال لارجومون في، ولكن الاشكال مش في هذا سيدتي الكريمة. الحل مش نقعدوا نخططوا. سيدتي الكريمة، الحل السايز بيكون جاي من اللي عنده سلطة القرار، مش من عندي. شو يعمل؟ أنا نجم نقترح. سي عزين، شكون عنده سلطة القرار؟ الحكومة. شو يلزمها تعمل الحكومة؟ هو اللي عنده الضمان وعنده سلطة القرار. شو يلزمها تعمل؟ أنا نطالبه هو الساعة شنو باش تعمل؟ قبل ما تطالبني أنا. أنا مستعد نعطي اقتراح، وعطيت الاقتراحات، وفي كل مناسبة نعطي الاقتراحات. لكن لازم انا نسمع الاقتراح يجيني من رئيس الحكومه. شنو ناوي تعمل باش تخرج البلاد من هذا الوضع؟ شبيك ما تحكيليش على الدين الاجنبي 93 الف مليار، كيفاش تتعامل معاه؟ ثم اصلاحات اقتصاديه خلينا نقول بين قوسين موجعه لازمها تتعمل، ما فيش حتى شك من قبيل، ولكن الاصلاحات العاجله اجراء من هنا واجراء من هنا انتهى. انت هذلك الوقت، انت كخبير اقتصادي شنو على سلم الاولويات كاصلاحات لازمها تقوم حاليا في البلاد؟ لو نقوموا بالتشخيص الحقيقي الصادق لأوضاعنا الاقتصادية والمالية، سنوصل إلى اعتبار أن هذا الاقتصاد في وضع نزيف خطير. قلت لو، بماذا يصطدم هذا؟ شنو اللي يمنعنا أن نعمل تشخيص حقيقي؟ لأنه أنت باش تعمل تشخيص لازمك الأطراف المعنية تجلس حول مائدة وتشخص الوضع بحقيقته وتوقع عليه تصحح. هو وضعنا وهو علاش وصلنا للأوضاع هذه. شنو اللي معطلوا هذا؟ اطلبهم السياسيين. دونك اراده سياسيه غايبه. ما فيش شك، شفتوا انت عاملوا هذا؟ قاموا به؟ ما قاموش به، حد ما قام به. لما تم توقيع الوثيقه نتاع قرطاج الاولى اللي هي كانت يعني مبادئ عامه، علاش ما وصلناش مباشره بعد التوقيع؟ قولوا كيف سننفذ هذا؟ شنو هو الطريقه اللي باش تخرج به الاقتصاد التونسي من هذا الوضع الخطير؟ تمادينا ونوقف النزيف نتاعنا ببرنامج اصلاح هيكلي، قلناها كم مره، ثم بعد ما نوقف النزيف نمر الى الاصلاحات الكبرى. نجي للعجز تاع الميزان التجاري. يا ناس نكونوا واقعيين مع انفسنا. العجز ارتفع ب 30%. هاو يقول لك ثم اجراءات للحد من تفاقم العجز. ما قلت في 2017 2018 قيل لنا نفس الكلام، اجراءات وما اجراءات. 30% ومن مقارنة بأي وقت؟ نفس الشهر بالنسبة للسنة الفارطة، جانفي بجانفي. في جانفي لو كان 2018 كانت سنة كارثية من ناحية العجز في الميزان التجاري سيد الكريم. في جانفي الفارط كنا في 1211 مليون دينار. نحن الآن في 1568 مليون دينار من العجز التجاري اللي لابد من تمويله بالعملة الأجنبية الغير متوفرة، واللي حتى إمكانية الاقتراض أصبحت من أصعب ما فما، وشفنا الدليل على ذلك عملية الاقتراض اللي عملناها في شهر نوفمبر اللي كانت بنصف المبلغ المقصود وكانت بكلفة مرتفعة جدا ومشطة ولا قدرة للاقتصاد التونسي عليه. واضح. شكرا لك عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي على حضورك معنا على كل هذه التوضيحات. شكرا لك محمد بوغلاب. شكرا لكم. الله غالب. مالوغوزمون هذا هو الواقع الأليم. هذا واقعنا، اما ان نتعامل معها بصدق والحلول موجودة لو حبينا، أو أن نتمادى في المغالطة المقصودة وفي الكذب السياسي المقصود الذي سيغرق البلاد في أخطر من هذا. شكرا لك مجددا عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي عبد الساحة محمد وغليب. شكرا لكم أنتم على حسن المتابعة. بعد شوية مع وقتكم مع الرياضة وتسعة سبور مع عادل بهلاتي. حلقة الناس كلها.